سيدات قفو يسوغو تشريها ويني يا عرور ايان لغو ديلي سيدات يا طوبان كالانا والاغو داو عاي مساج داي قبوت كردقان ايان وكويا لما قالا دا الفاش اي قبل كالدارفور اي قلبيت كدلك السودان كدي مركي اي دوقاي سايد ديارة دا نوع الدوليو هو دينا واي لي يهين معارض كهو بايسان اي مقعود اللو صوغا بيو آري سافا مساجد كان إلا دوقيا إيا وحا وهوي وها دادك براكا عياشا او سيد او كلا قودين لوغو سمين شري مغالا دا الفاشر او كو تالا وقويغا قبل كالدارفور ايا آري سافا اي سي چوك تاو دوقاين ايسا يدو اي كرد نمان ايان داد شعبا إلا توبنكي بشي مي اساند كاني دكتر إبراهيم قال او كهول غلا مغالا داسي ايا ورغيس كا سودان تريبيون وحا وو شاقاي ان ديارة دان دوريوه ودين اي توسو بيكستي مساجد يدو عنت اللو قيبين ايا هوان يا عرور تجاريودي آرسف يا مقالة الفاشر كهر رئيسن مدلبة بلادة وحنا الديدين اللي جارسيو دتك عندا يداودة كايمان اسم مرها كله أساها تدتك بركة عياشة وح عاوية دني رئيس كودي سو أباب شيء ووسمية قابل لغو قوديو عيدا كوه جميع جنرال كفلا جوبي محمد حمدان دجلو ويا لغو يد يا حصو أي كجيستين مرك ترسن دلك السودان يقول لنا يدتك شعب ayaan hubaysnay RSF ayaa bilowday in ciidanka dawladda ay dagaal kaga hortimaado bishii Abriil ee sanadkii hore waxana culada dalka Suudaan ka hurtay ku barakacay malaayiin qof iyadoo ay ku geeriyoodeen 10 kun oo qof ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxa ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam حجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل الدعوة ورركا عيارها هي أونلاين جيمز كا هتضرب محمل صوج الشجور جاجا حفيز كاجا يجوب تعدى شقو فضلا نجلس حريد نمبر كجابن 121